في السادس عشر من ديسمبر يحتفل البحرينيون بعيدهم الوطني. نحن الأمريكيون أيضا نحتفل معكم بهذه المناسبة، ونحتفل بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة بين الشعبين الأمريكي والبحريني. نحتفل بشراكتنا الاقتصادية التي بنت الرخاء لشعبينا. نحتفل بشراكتنا الأمنية التي دمنت لنا الاستقرار والازدهار وحرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية. ونحتفل أيضا بروابطنا المتنامية في مجالات أخرى كالصحة والطب والتعليم والسياحة والثقافة. لدى البحرينيون الكثير لاحتفال به على مدار 47 عاما منذ الاستقلال، والأمريكيون يفتخرون بأن يكون لديهم صداقة وشراكة مقاربة مع شعب هذه الجزيرة الجميلة. عيد وطني مجيد يا بحرين!